أمحاء المتممة تساوي كم واحد؟ طب أنا بدي هاي لحالها، بقسم على 6 على 6، بالتالي لام حاء المتممة تساوي 1 على 6. طب أنا مش طالب مني بالسؤال لام عدم نجاحه، ليه العدم متممة؟ طالب مني شو احتمال نجاحه. بحكي له لام الحاء هي من هون استنتجناها إنه لام النجاح تساوي 5 أمثال عدم النجاح. بكتبها، لام النجاح تساوي 5 أمثال عدم نجاحه، وتساوي 5 ضرب كم احتمال عدم نجاحه أوجدناه من الفعل السابق 1 على 6. فبتصير 5 ضرب 1 على 6 5 على 6. إذا الاحتمال نجاح فؤاد في الثانوية العامة هو 5 على 6. آخر مثال راح نأخذه في هذا الدرس، ممكن يجيب لي عليه. إذا كان احتمال فوز في كرة السلة في أحد المباريات المحلية يساوي 6 بالعشرة، واحتمال فوزه في مباراة ثانية، إذا هو ما حكى لعدم فوزه، لا بيحكي عن مباراة ثانية، معناته أنا ما بستخدم حاء وحاء متممة، بستخدم حاء واحد وحاء اتنين. لما بحكي لي عن تحقق الشغلة وعدم تحققها باخذ احتمال الحدث مع متممته، بينما لما بحكي لي عن حادثين منفصلين يعني فوزه في فريق مباراة ومباراة أخرى، معناته أنا عندي حاء واحد وحاء اتنين، ففوزه في المباراة الثانية يساوي 75%. واحتمال فوز الفريق في المباراتين معا، كلمة معا دائما تعني تقاطع، يساوي 4 بالعشرة. طالب مني أحسب أول شيء فوز فريق كرة السلة في إحدى المباراتين على الأقل. أخذنا إحنا كلمة على الأقل دائما تعني، نورجيكم إياها، حكينا هون حا لما يحكي لي على الأقل تعني حا واحد اتحاد حاتنا، تمام، معناته على الأقل اتحاد. طيب بداية خلينا نسميهم، احتمال فوزه في المباراة الأولى سميناها حا واحد تساوي 6 بالعشرة، واحتمال فوزه في المباراة الثانية سميناها حا اتنين 75%، واحتمال فوزه بالمباريتين معا معناها التقاطع يعني 4 بالعشرة. طالب مني ما احتمال فوزه في المباريتين على الأقل؟ معناته بده حا واحد اتحاد حا اتنين، والتي تساوي من القانون لام حا واحد زائد لام حا اتنين ناقص لام حا واحد تقاطع حا اتنين. لام حا واحد من السؤال 6 بالعشرة، حا اتنين 75% ناقص التقاطع 4 بالعشرة كله من السؤال، بجمع وبطرح 4 بالعشرة بتطلع معي 95%. طب شو احتمال فوز فريق كرة السلة في المباراة الأولى فقط؟ دائما لما بحكي لي في مباراة فقط وما بده الثانية معناها والأولى ناقص الثانية، احتمال فوزه في إحدى المباراتين والثاني لا، يعني احتمال الأولى ناقص الثانية من القانون، هي عبارة عن لام حا واحد ناقص لام التقاطع، حا واحد 6 بالعشرة ناقص تقاطعه من السؤال 4 بالعشرة 2 بالعشرة.